أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة يقول: إذا أراد الإنسان أن يطلب العلم، ما هي الكتب التي يستحب أن يبدأ بها؟ ولماذا تنصحونه بقراءة الكتب الدينية؟ الذي يريد أن يطلب العلم يختار معلما يثق بعلمه وخبرته ويأخذ بتوجيهاته، لكن من حيث العموم الذي يريد يتعلم على قسمين: إن كان يريد يتعلم تعليم النظام في المدارس والمعاهد والكليات، هذا يمشي على المقررات المقررة في تلك المدارس والمعاهد والكليات، يتبنها ويضبطها وفيها خير كثير. أما إذا كان يريد يتعلم في المسجد على المشايخ، فإنه يبدأ بالمختصرات، يحفظها ويتلقى شرحها عليهم. وكما ذكرنا في أول الجلسة أنه يحفظ في كل فن من الفنون مثلا مختصرا يدخل به على ذلك العلم، لأن هذه المختصرات مفاتيح العلوم، مختصر في الفقه، مختصر في العقيدة، مختصر في الحديث، مختصر في النحو، مختصر في أصول الفقه، مختصر في مصطلح الحديث. يحفظ هذه المتون ويتلقى شرحها على يد عالم يجيد الشرح، ويتدرج منها إلى ما هو أوسع منها من الكتب العلمية فيما بعد. هذه طريقة في التعلم الصحيح. أما الإنسان الذي يأخذ العلم من أوله من أعلاه، الذي يأخذ العلم من أعلاه يقرأ في الكتب المطولات والخلاف وما عنده بداية ولا عنده حفظ للمتون، ويبي يقرأ في المغني ولا في ابن حزم في المحلى ولا يقرأ في الكتب المطولة، هذا ما يحصل شيء. من أراد العلم كله فاته كله. الله جل وعلا يقول: وأتوا البيوت من أبوابها. كل شيء له باب ومدخل، إن جيت مع الباب حصلت المطلوب، وإن جيت من السطح ومن أعلى ما تحصل شيء. وأتوا البيوت من أبوابها، هذه قاعدة عظيمة، إن كل الأمور تأتيها من مداخلها. والعلماء يقولون: من ضيع الأصول حرم الوصول. يبي تأخذ العلم من غير أن تتدرج فيه من أصوله ومن مبادئه، تحرم من الوصول إلى ما تريد، تتعب ولكن ما تحصل شيء.